بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تعالى تشكيل كتيبة قوات خاصة الحرة. إلى القسم، نقسم بالله العظيم، 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 أن أعمل مخلصا، أن أعمل مخلصا لأهداف هذه الثورة، لأهداف هذه الثورة، وأن أعمل لإحقاق الحق، وأن أعمل لإحقاق الحق، وإبطال الباطل، وإبطال الباطل، وإعلاء كلمة الحق، وإعلاء كلمة الحق، حتى إزالة الطغيان، حتى إزالة الطغيان، وعصابات الأسد، وعصابات الأسد، وعودة الحقوق لأصحابها، وعودة الحقوق لأصحابها، ونعاهد الله والوطن، ونعاهد